أقامت هيئة الحشد الشعبي عمليات صلاح الدين مأدبة إفطار لأسر شهداء وجرحى الحشد في قضاء بيجي، وذلك لإدامة الصلة مع هذه الشريحة وتلبية احتياجاتهم تقديرا للتضحيات الغالية التي قدموها من أجل الحفاظ على وحدة العراق وشعبه. من قيادة عمليات صلاح الدين الحشد الشعبي مناسبة شهر رمضان المبارك مأدبة إفطار لعوائل شهداء الحشد الشعبي وعوائل جرحى الحشد. المأدبة هاي تشمل نشوف معاناة الشهداء وعوائل الشهداء وعوائل الجرحى إن شاء الله، ومستمرين احنا متابعتهم إن شاء الله، وهذا أقل شيء نقدمه لعوائلنا عوائل الشهداء وعوائل الجرحى. ومناسبة حلول أعياد الفطر المبارك نهني شعبنا العراقي ونهني مدينتنا مدينة صلاح الدين إن شاء الله، وكل عام هم بخير ويعود عليكم وعلى أمة محمد بخير وسعادة. الحقيقة أسمى وأرقى شيء في الحياة هي الشهادة. عندما يتدفق الدم من أجل هدف أساسي وهو العراق ووحدة العراق والحفاظ على أمن العراق، ارتأت قيادة عمليات صلاح الدين الحشد الشعبي هذا اليوم إقامة هذا المحفل ومأدبة الطعام، مأدبة الإفطار في شهر رمضان في شهر الله سبحانه وتعالى، وتكريم في إلى عوائل الشهداء وعوائل الجرحى. حقيقة فيها دروس، الدرس الأول أنه العلاقة، نوطط العلاقة بين قيادة العمليات وبين عوائل الشهداء والجرحى في محافظة صلاح الدين. والحقيقة العوائل اللي راح تحضر كلها حضرت كلها من منطقة بيجي ومن الشرقاط ومن الصينية ومن الحجاج ومن البطعمة ومن كيشيفة فقط. نشكر مديرية الطبابة المركزية على إقامتها مأدبة إفطار، مأدبة إفطار العوائل ذوي عوائل الشهداء في الحشد الشعبي والجرحى، ونشكر قيادة عملية صلاح الدين الحشد الشعبي، هذه القيادة السباقة على اهتمام عوائل وذوي ومتابعة حقوق الشهداء والجرحى في حياة الحشد الشعبي، هذه القيادة التي عملت ولا زالت تعمل عادة النازحين وعلى الألفة والمحبة بين أبناء محافظة صلاح الدين. نشكر هيئة الحشد لعملية صلاح الدين على دعوتهم هذه ودائما متابعتهم المتواصلة لعوائل الشهداء، ونحن من قضاء بيجي نشكر هيئة الحشد ومقر عمليات الحشد في صلاح الدين على متابعتهم ودعوتهم لعوائل الشهداء والوقوف عند مشاكلهم، نعم، والاهتمام الزايد والمتواصل دائما من كافة المسؤولين على هيئة الحشد في صلاح الدين وإنجاز حقوقهم واستذكار عوائل الشهداء وتكريما لدور الشهداء اللي بذلوا الغالي والرخيص والدماء الزكية في سبيل هذا الوطن، وإن شاء الله يبقى الوطن مرفوع ويبقى الأمن دائما عالي بجهود بفضل دم الشهداء وبجهود هيئة الحشد في صلاح الدين.